السؤال الرابع، ما علاقة الصدقة بإيمان الإنسان؟ هل هناك علاقة بين الصدقة وإخراجها عن طيب نفس وبين إيمان المسلم، إيمان الإنسان؟ الإجابة، الصدقة مشتقة من اسم الصدق، معنى ذلك أن الصدقة دليل على الصدق في الإيمان والتصديق بلقاء الله في يوم القيامة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: الصدقة برهان. برهان يعني إيه؟ يعني دليل. دليل على ماذا؟ دليل على الإيمان. والله أعلم.